تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية وإقحام مختلف الفرق الأمنية بملعبي 25 جويلية و20 أوت من أجل إنجاح عملية بيع تذاكر العرس الكروي بين العميد مولودية الجزائر وأبناء لعقيبة في نهائي كأس الجمهورية عن طريق مخطط أمني خاص ومدروس سطرته المديرية العامة للأمن الوطني. مصالح مملكة الجزائر سخرت كل إمكانياتها المادية والبشرية من خلال إقحام مختلف التشكيلات الأمنية، كما تلاحظون فرق الشرطة القضائية، فرق الأمن العمومي التي ستعمل على تسهيل حركة المرور. بالنسبة لعملية بيع التذاكر منذ صبيحة اليوم، عناصر الشرطة متواجدين داخل الملعب على مستوى كل شبابيك الموضوعة في الملعب. الغرض هو تسهيل وصول المناصرين إلى شباك الاقتناء التذكرة. يوم المباراة تم وضع مخطط خاص به ينطلق منذ لحظة دخول الأنصار إلى الملعب إلى غاية لحظة خروجهم بعد نهاية لقاء النهائي، أين تم وضع مختلف التشكيلات الأمنية لحماية المناصرين وممتلكاتهم وتسهيل حركة المرور في محيط الملعب والطرق المؤدية له. يعني مخطط خاص لتأمين الأنصار لدخول الملعب من خلال قلنا إقحام مختلف التشكيلات الأمنية. عندنا فرق الشرطة القضائية التي تعمل على تأمين ومرافقة الأنصار طيلة يعني المباراة، قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة. الغرض هو تأمين المناصرين. وحدة الجمهورية الأمن كذلك عبر مختلف التشكيلات تعمل كذلك على حماية محيط الملعب ومحافظة على النظام العام. فرق الأمن العمومي التي ستعمل على تسهيل حركة المرور عبر يعني مختلف تشكيلاتها من الدراجات النارية، الفرق المتنقلة. الغرض هو تسهيل حركة المرور وتسهيل وصول المناصرين إلى الملعب. ليبقى في الأخير على اللاعب رقم 12 في المباراة التحلي بالروح الرياضية من أجل إنجاح هذا العرس الكروي وتقديم صورة جميلة عن الجماهير الجزائرية في الملاعب.